بالنسبة لنا ده مهم جدا ان الاسعار تنخفض، ان الدولة تتدخل بأدواتها وآلياتها عشان تخفض الاسعار، مش فقط في المنظومة التموينية ولا فقط في المواسم، انما على مستوى طب انا هأزف لحضرتك خبر اخر جيد، احنا بنتكلم على الاعلاف مش كده؟ ايوه. وقلنا شوف بقى اسعار الاعلاف وصلت لكام، طبعا وصلت واللي هي من الصويا مش كده، والذره الصفراء. طيب احنا بقى هنطرح كوزاره بالتنسيق مع البورصه المصريه للسلع لطرح الذره الصفراء والصويا على منصه البورصه المصريه للسلع، زي ما طرحنا القمح لغايه النهارده كان عندنا جلسه في بورصه السلع. احنا عندنا في الاسبوع جلستين، الجلسه بتبدا من الساعه 2 للساعه 4. بتخش هيئه السلع التموينيه كبائع للقمح الروسي او القمح الالماني. باعوا ايه النهارده؟ النهارده بعنا 20,000 طن. كان الطلب كام بقى من 72 مطحن؟ 26,000. فالسوق ابتدى يقرب. وبعتوا 20، بعنا 20,000 طن ب 10,500. عارف طن كان بيتباع بكام بره؟ ب 14,000. احنا بنبيع ب 10,000 النهارده، بعتوه ب 10,000 10,500 و 500. فانت بتتدخل بدل 14,000. ايوه كان ب 14,000. طيب يبقى اذا الدوله تتدخل بادواتها والياتها بما يتوافق مع اقتصاد السوق الحر لتقديم سلعه ذات جوده باسعار منضبطه. هعمل ايه في الذره والصويا؟ هعملهم كده؟ هنعمل كده من امتى؟ ان شاء الله قريبا جدا. انا اول مره اقول الكلام ده في الاعلام، فبخص قناتكم الغراء بهذا الخبر. ان شاء الله قريبا جدا هيكون هناك الذره الصفراء والصويا بيتم طرحهم على المنصه الالكترونيه للبورصه المصريه للسلع. تدخلت هيئه السلع التموينيه كبائع، هناك طلبات، عاملين حصر من واقع السجل التجاري كام شركه بتشتغل في نشاط الدواجن وتربية الدواجن. النهارده 27,000 شركة. كم؟ 27,000 شركة. 27,000. نعم، برضو شركة؟ بخص حضرتك بالرقم ده، بس خلي بالك السوق بقى فراجمنتد. يعني ايه؟ بتلاقي ان 90% من الشركات الصغيرة، و10% فقط اللي هي الشركات ذات الملاءة المالية ورأس مال كبير. لا بس رقم 27,000 شركة. نعم، ايا كان صغير وكبير في الاخر عقفينها ما بين شركات مساهمة وشركات افراد وخلاف، دول كلهم بيشتغلوا في الدواجن. نعم، تشوف بقى كم المنظومة دي عاملة ازاي. احنا عندنا كم شركة في مصر؟ عندنا 5.6 مليون شركة على مستوى الدولة المصرية، كل الشركات. اجمالي عدد الشركات. مش كده حضرتك كنت بتتكلم بالامس على كمان المبادرة بتاع التوطين؟ نعم. عشان تجارة التجزئة وال 400,000 متجر ان هم يكونوا معانا المرحلة الأولى. ده صحيح. شوف انا بقول لحضرتك قد ايه الدولة المصرية كبيرة، عدد الشركات اللي عندك، رؤوس الأموال. لما جيلك عشان الذرة والأعلاف ده هيعمل لي ايه للسوق؟ زي ما عملنا في القمح. هيحصل ايه؟ وبالتالي أسعار أسعار الدواجن تبدأ في الانخفاض. أسعار بيض المائدة يبدأ في الانخفاض، لأن مدخل المنتج نفسه انخفض.